بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وبعد، فإن الله جل وعلا علم من عباده الضعف، وكتب جل وعلا أن هناك جنة ونار، وأن السبيل إليهما لا يكون إلا بعد أن يتجاوز الإنسان ما يختبر فيه ويبتلى، وأخبر جل وعلا بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتن على ضربين: فتن الشهوات وفتن شبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الشهوات قال: وفتنة أمتي المال. وحذر صلى الله عليه وسلم كذلك من فتنة النساء. والناس يختلفون فيما تميل إليه قلوبهم، فليس الكل يميل إلى الدينار والدرهم، وليس الكل يميل إلى النساء، بل ربما مال البعض إلى غير هذين. لكن من حيث الجملة، أعظم فتنة ابتليت بها الأمة في الشهوات هي فتنة المال، ثم فتنة النساء بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في الشبهات فإنه يقع الإنسان أحيانا ما بين الإفراط أو التفريط، ما بين الجفاء وما بين الغلو، ثم إن الدنيا كلها قائمة على ذلك بالمنع والعطاء والحياة والممات وغير ذلك من طرائق اختبار الله جل وعلا لعباده وفتنتهم، حتى يمحص من يكون أهلا لدخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب. وقد مر معنا أن الصعود إلى الأعلى يحتاج إلى جهد، وهذا كله بالانتصار على